وخارج العاصمة الجنوبية احتفلت الوحدة العسكرية بإقليم حجر لميس بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018. علي فاضل القديركي. وسط حضور رسمي وشعبي من القيادات الإدارية والميدانية والعسكرية وممثلي الأحزاب السياسية، شارك الجميع في احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة عام 2018 الخاصة بالجيش الوطني بمدينة مسكوري حاضرة إقليم حجر لميس. هذا وقد مثل حاكم إقليم حجر لميس في هذه الاحتفالية محافظ دقنة بشير محمد طاهر، وتهدف الاحتفالية إلى تشجيع العسكريين والوقوف معهم جنبا إلى جنب باعتبارهم حماة الوطن والمواطنين. مرفوع الرئيس الدولة جنرال إدريس ديفي نو حتى أقصى في أرمي حقنا أرمي ناسيونال تشادين الأرمي إفور أنا ما وقف في سيكوريزي شعبنا تشاد، لكن حتى الحدود يسيكوريزي دولة بري وزين مالي نيجيريا سنتر أفريق كل مشروع عساكرنا مشروع شغل الصعودة انتو كل بيركم شفتو. ونذكر بأن احتفالية رأس السنة الميلادية والخاصة بالعسكريين في تشاد يحتفل بها في العديد من مدن البلاد في مطلع كل عام. توقفت الإذاعة الإقليمية بفايا عن البث والإرسال بسبب الرياح التي خربت بعض الأجهزة، الأمر الذي دعا وزير التدريب المهني آدم دانغاينا كورغيد بزيارة للمحطة الإقليمية بفايا، وذلك ضمن جولة قام بها للإقليم، والهدف من ذلك هو الوقوف عن الأضرار. محمد طاهر صالح والمزيد من التفاصيل. زيارة وزير التدريب والتكوين المهني آدم دانغاينا كورغيت إلى إقليم بوركو سمحت له بتفقد المنشآت الحكومية والمرافق الإدارية بالدولة للتعرف عن قرب عن سير أعمال هذه المؤسسات، وقد توقف عند الخزان الرئيسي الذي يزود المدينة بالمياه ورؤية أنابيب المياه والمضخات وبعض المواسير التي لا تعمل بشكل جيد، والوقوف على الخزان الجديد الذي يتسع ل 500 متر مكعب. بعد ذلك زار الوزير والوفد المرافق له إلى المحطة الإقليمية للإذاعة والتلفزيون بفايا، والتي هي الأخرى تعاني منذ فترة طويلة بحيث توقف البث عن المدينة منذ شهر بسبب إتلاف المولد الكهربائي وعدم وجود قطع غيار، والأهم من ذلك هو وقوع الجهاز الكهربائي للإرسال بسبب الرياح القوية. وقف الوزير لحالة الإذاعة التي استنجدت بمن يغيثها ويسعد سكان المدينة لتلقي الأخبار، كما هي الحال للإذاعة الأهلية بالميري 92.8 هي الأخرى تعطلت وتوقفت عن البث. عقب ذلك زار الوزير آدم دانغاينا كورغيت الشركة الوطنية للكهرباء، والتي لم تسلم هي الأخرى من التوقف منذ 3 أشهر بسبب تعطيل المولدات الكهربائية الثلاث بسعة 300 كافية لكل مولد، وأصبحت المدينة في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. كما زار ثانوية الشهداء بفيا لارجو وبعض المدارس العربية بالمدينة، واستمع الوزير إلى الصعوبات التي تواجه التعليم في الإقليم وسير العمل فيه، وحث الطلاب على الجهد والمثابرة والتطلع نحو المستقبل باعتبارهم جيل الغد، وحث أولياء أمور التلاميذ بالزج بالأبناء نحو المدارس والاهتمام بالتعليم، مؤكدا لهم بأنه أحد خريجي هذه المدارس بالمدينة، وعدهم بأن يبذل قصارى جهده لتذليل كل الصعوبات. رأس الأمين العام لإقليم السلامات مختار تومبالباي حفل انطلاقة حملة التطعيم للمواشي بالإقليم. آدم محمد شرف الدين. جاءت الانطلاقة الرسمية لحملات تطعيم المواشي، وذلك بهدف الحماية وتوفير الرعاية الصحية للرعاة، حيث أن بدون التطعيم سيتعرض الأبقار والمواشي بأمراض قد تكون تعد الإنسان وتعرض حياة المواطنين إلى الخطر. وبهذه المناسبة قدم الرئيس الإقليمي للمنظمة الرعوية لإقليم سلامات موسى عيسى، والذي شكر السلطات العليا بالبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو الذي أولى إناية فائقة بالرعاة وأصحاب المواشي، وتمنى أن توفر لقطاع الماشية تخصيص أماكن رعوية وتوفير المياه بالقدر الكافي لأصحاب المواشي. أما المندوب الإقليمي للثروة الحيوانية لمدينة أم التيمان يعقوب أبكر صالح فقد أوضح أنه نظرا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية ضرورة تنظيم حملات التطعيم لعجل الوقاية،
ومكافحة الأمراض الوبائية التي تصيب الأبقار، وأنه بات من الضروري متابعة الرعاة صحيا. وقد تمكنت المندوبية من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية والأمصال لصالح إنجاح عملية التطعيم. الأمين العام الإقليمي مختار نغرتتهم بالباي فقد شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو الذي حدد اقتصاد البلاد في عاملين أساسيين هما الثروة الحيوانية والزراعة، ودعا الأمين العام الإقليمي أنه نظرا لهذه الأهمية في القطاعين فقد أطلقت سقو حملات لتطعيم المواشي بغية الحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان إلى الإنسان. شهدت مدينة طينة حفل تنصيب المسؤول التقليدي الجديد لكانتون أرنا حسين أحمد. المناسبة رأسها محافظ كوبي وبحضور سلطان دار زغاوة محمد حسن آدم. إنه يوم تاريخي لأبناء قبيلة الزغاوة أرنا، وهو مناسبة تنصيب أول رئيس للسلطة المحلية أرنا السيد حسين أحمد ناجيل، حيث جرت المناسبة بوادي باكونا بضواحي مدينة الطينة بإقليم وادي فيرا، وذلك بحضور سلطان الزغاوة طاهر عبد الرحمن حجار إلى جانب مشاركة الشيوخ التقليديين ووفد رفيع المستوى من دولة السودان، حيث ابتدأت المناسبة بكلمة عمدة بلدية طينة سنين أحمد نصر، وتلته كلمة رئيس اللجنة التنظيمية الذي شكر جميع من ساهم في إنجاح هذه المناسبة التاريخية. نتقدم بشكرنا وتقديرنا في المقام الأول لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو، والذي شرفنا نحن في مجتمع أرنا حيث أسس لنا سلطة محلية كانتو أرنا وعاصمتها أرني. هذا ومن ثم بدأت مراسم التنصيب الرسمية بكلمة محافظ مقاطعة كوبي صالح حجار تيجاني إلى جانب المراسم الشعبية من قبل سلطان دار الزغاوة وبمساعدة أعيان ووجهاء المنطقة. وبما أن مثل هذه المناسبات والاحتفالات الشعبية تعتبر منبرا لتقاسم الأفراح واللحظات السعيدة، قدم رؤساء الوفود المشاركة تهانيهم الحارة لرئيس كانتون أرنا متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهمته، كما قدموا له هدايا. ومن أبرز هذه الهدايا سيارة تويوتا رباعية الدفع إلى جانب أكثر من 1000 ماشية من الإبل والأبقار والأغنام. رئيس كانتون أرنا حسين أحمد ناجيل شكر أبناء القبيلة على الثقة التي أولوه إياه، كما وعد ببذل المزيد من العمل من أجل لم الشمل والمشاركة في تعزيز التعايش السلمي والوحدة الوطنية. هذا وقد اختتمت المناسبة بألعاب ورقصات شعبية إلى جانب سباقين للخيول والهجن، لأن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وثقافتها وتراثها الأصيل. رأس حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أمادو حفل تنصيب ممثل مؤسسة القلب الكبير بالإقليم موسى عيسى موسى، كان ذلك بحضور شركاء الصحة والمسؤولين بالمنطقة. عبد الرحمن آدم رحمة. عقب أسبوع من بوادر مؤسسة القلب الكبير للمندوبية الإقليمية للتربية، والتي تمثلت في تقديم بعض من الأدوات المدرسية لصالح مختلف تلاميذ المدارس بإقليم البحيرة، حيث رأت مؤسسة القلب الكبير إلى ضرورة وضع من يمثلها في إقليم البحيرة، وقد وضعت الثقة للسيد موسى عيسى موسى بصفته الممثل الدائم لمؤسسة القلب الكبير. وفي الكلمة التي ألقاها حاكم إقليم البحيرة أدون فورتي أمادو بمناسبة تنصيب ممثل مؤسسة القلب الكبير، أولا فقد عدد الحاكم مدى الجهود التي بذلتها المؤسسة والعمل التي أنجزتها لصالح مختلف طبقات المجتمع التشادي سيما الشرايا الضعيفة منها والمحتاجة، وأكد بأن هذا يترجم نية سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو التي تسعى دائما إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع التشادي وتكون حاضرة عبر مؤسستها لتقديم المزيد في العمل الإنساني. كما حث حاكم إقليم البحيرة ممثل مؤسسة القلب الكبير
إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود والعمل من أجل تفعيل وتطبيق بوادر مؤسسة القلب الكبير في إقليم البحيرة، وعقب تنصيبه كممثل لمؤسسة القلب الكبير بإقليم البحيرة، فقد شكر موسى عيسى موسى سيدة البلاد الأولى على الثقة التي أولتها إياه، وطلب من جميع المسؤولين بإقليم البحيرة على التعاون معه لتحقيق ما كلف به، وتوصيل مساعدة القلب الكبير إلى مستحقيها أينما وجدوا بإقليم البحيرة. هذا وبمجرد استلامه لمسؤولية مؤسسة القلب الكبير بإقليم البحيرة، فقد سلم موسى عيسى موسى مساعدة سيدة البلاد الأولى لنزلاء السجن المركزي لمدينة بول حاضرة إقليم البحيرة، والتي تتكون من الأرز، السكر، الغلال، الصابون وغيرها من المواد الغذائية الأخرى التي تساعد نزلاء السجن بالمدينة. كما نظمت مؤسسة القلب الكبير مدينة آتيا حملة توعوية وتثقيفية حول الزواج المبكر، تعليم الفتيات ومخاطر الكحول والمخدرات. أحمد داود آدم. تواصل مؤسسة القلب الكبير حملتها التوعوية والتثقيفية في إقليم البطحاء، فبعد مدينة محجر جاء الدور لمدينة آتيا، حيث أقامت ممثلة مؤسسة القلب الكبير بآتيا سعاد إبراهيم حملة توعوية بثانوية أصيل أحمد أغبش، تناولت 3 مواضيع: الزواج المبكر، تعليم وتربية الفتاة، المخدرات والكحول في الوسط الطلابي. وقد تناول هذه المواضيع 3 الطلاب الذين تلقوا تدريبات في مدينة محجر، حيث تحدثت حجة فاطمة الطاهر عن الزواج المبكر للفتاة وأثره على تعليمها وتربيتها وأحوالها الصحية. أما محمد طاهر يوسف فقال إن تعليم الفتاة أصبح ضروريا، وأن التوعية المستمرة أثرت كثيرا على الفتاة الحضرية، أما الفتاة الريفية فتحتاج إلى مزيد من التوعية والتثقيف. مدير بيت أدجار دعا الطلاب إلى عدم تناول الكحول والمخدرات، مؤكدا أن لها أضرار صحية واجتماعية. هذا ودعا سعاد إبراهيم الطلاب والطالبات الاستفادة من هذه المحاضرات، وأن مؤسسة القلب الكبير ستواصل عطائها في جميع المجالات. البنتنا 12 11 13 لو زوجوها ده والأول الحمل يقلع صعب، ثاني الولادة تبقى لها صعبة، وثاني بتنقل من الزاتة هي تعبانة، إما انخلطت كل هيك، يعني حياتها في البيت ما بتعرف حياتها في البيت كما زوجها كيف تعيش كيف تسعي شنو، يعني هيك ناس خايلة تدور مع الجو إلاج. محافظ البطحة الغربية أحمد تجاني موسى قال إن مؤسسة القلب الكبير قدمت الكثير للبطحة في شتى المجالات، ودعا من جانبه الطلاب والطالبات التمسك بالتربية والتعليم ونبذ كل الأشياء الضارة التي تعيق عملية التعليم. وقد وزع الشهادات للذين شاركوا في الدورة التدريبية في مدينة محجر عاصمة البطحة الشرقية. ونبقى في نشاطات مؤسسة القلب الكبير، التي وحيث نجحت القابلة الطبية مدينة أبشة والمنظمة من قبل مؤسسة القلب الكبير في علاج طفل في 8 من عمره خادما مدينة أبو قدام. الطفل يعاني من مرض مزمن في العيون منذ ولادته. محمد عثمان بشير. في اليوم الرابع على التوالي من انطلاقة أعمال القافلة الطبية لعلاج مرضى العيون التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة البصرة العالمية السودانية بمدينة أبشة، لا زالت تتواصل على قدم وساق، حيث كان الحدث هذه المرة هو حمد حمدان، طفل في 8 من عمره وبرفقة أسرته، قد جاءوا في صبيحة هذا اليوم الأحد 31 من ديسمبر 2017 إلى هذا المخيم الطبي قادمين من مدينة أبو قدام بمقاطعة ورع. حمد وحمدان كان يعاني منذ 5 سنوات ماضية من مرض في عيناه تحمل النوع الذي يصيب الأطفال على شكل نزلات ماء تتدفق من العيون باستمرار، مسببة أوجاع وإحمرار دائم في عيناه. هذا وبفضل هذا المخيم الطبي الذي جاء بفضل توجيهات دقيقة من قبل رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبيتنو، قد لقي هذا الطفل علاجا كاملا وفي لحظات قصيرة بعد مقابلة الأطباء المختصين بالمخيم وإعطائه الأدوية اللازمة. حمد حمدان وبعد تلقيه العلاج بشكل نهائي عبر عن امتنانه وسعادته اللامحدود لسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو ومؤسستها مؤسسة القلب الكبير، حيث أن حمد حمدان ليس وحيدا فقط، بل قد سبقه عدد من الأطفال الذين استفادوا من الخدمات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير تحت شعارها الإنساني تعاون من أجل الرعاية الاجتماعية والتنمية.
دينيا احتفلت حلقة عبد الله بن عباس باختتام رحلتها الدعوية لعام 2017 محمد حسن آدم. بمبادرة من حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية وتحت رعاية كريمة من رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، جاء تنظيم الرحلة الختامية للسنة الأولى من رحلات الصداقة والتعارف، وذلك تحت شعار الدين والوطن، بهدف المساهمة في تفقيه المسلمين وربط جسور المحبة والمودة المتبادلة بين الإخوان. المرشد العام للحلقة فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان أشار إلى أهمية تنظيم الرحلة في تغيير النمط السائد في الرحلات الترفيهية. تارة يكون في بعض المجالس وبعض الرحلات آكلة، أما يكون في بعض الناس ممكن يمشوا يرتكبوا من الإثم ومن الجرائم ومن المخالفات لحكم الله سبحانه وتعالى، بدل ما يرجع بالحسنات يرجع بالإثم ويرجع بالذنب ويرجع لربنا غالب عليه. ورسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ أحمد موسى هارون أشاد هو الآخر بهذه البادرة الطيبة، وننوه إلى أن المناسبة تخللتها عدة مداخلات من الأئمة والمشايخ وحفظة كتاب الله العظيم، واختتمت برفع كف الضراء والتضرع إلى الله عز وجل بأن يعم البلاد العافية والسلام والاستقرار الدائم.